سهلا، مرحبا من جديد. 11:48 دقيقة. أحلام الشرابي تخوزيام اني تكنيك في ليسي تكنيك نابل. مرحبا من جديد، نورتنا وجيتنا أنت وسلام. إذا حاضرين معنا كلامي ليهم تود سويت. كلامي ليكم. وانتهت حكايتهم في ظلمات الليالي. أتحاكى مع صمتي، ففي صمتي أحاكي ألمي، وفي صمتي أداعب وحدتي، وفي صمتي أعانق نفسي. في ظلمات الليالي أحاسب نفسي لكونها ظالمة مستبدة وكاذبة، إلى حين أن أدركت أن كل ذاك هباء فلا وجود لمعنى الاستياء، إلى حين أن هبت عاصفة خلدت القوة والصمود. فشكرا لعاصفة دمرت غشاء كاد أن يعمي بصيرتي، شكرا إليك أيتها العاصفة لشعلي أكتشف دواء لداء كاد أن يقتلني. لأقول شيئا، لست صديقتكم، لست رفيقتكم، ولست الوحيدة. أنا الروح النقية الصافية، أنا الروح المظلومة الشرسة، أنا الروح الصامدة القوية. فدعكم من أفكاركم الغبية وأوهامكم الساذجة وأكاذيبكم المنحطة. حكايتي إليك أيتها الروح المجروحة، إلى روح تتقن معنى المحبة، إلى روح تقدس مبادئ الصداقة، إلى روح تجهل معنى الأخوة. فلا تحزني يا حبيبتي، فكلهم مغادرون، كلهم سيقطعون طريقا مظلما كظلمة قلوبهم وقساوة أعمالهم. فلا تحزني، فالطرقات كثيرة، ولا تخشي السقوط، فطريقك واضح بوضوح أفعالك ونقي كنقاء قلبك. فاستمري، وإياك الانتظار، إياك التراجع، إياك الالتفات. فيا لروعة دروس الحياة ويا جمال حكمتها. فشكرا لمصيبة كاشفة لحقيقتهم الصادمة، فعالمي ليس بعالمكم. بل لأردد وأقول، انتهت الحكاية وأسدل الستار. فثقي أن الشمس ستشرق من جديد، وسيكون ربيعنا أجمل، وسنودع الظلام والظلمات، وسنستقبل حياة جديدة، وسنحلق كفراشة في سماء الأمل والنجاح. فهكذا هي الحياة، نودع أملا ونستقبل أملا جديد، بل هكذا تستمر الحياة. برافو، كلامي ليكم. اه ميرسي بوكو احلام، يعطيك الصحه. هذا وقتاش كتبته هذا؟ والله كتبته عندي نهاري. تبارك الله عليك. تكتب برشا؟ نكتب باي. نكتب. فما ستيل معين تكتب بيه ولا هذه الخواطر هذه؟ هذه الخواطر. ساعات زاد نكتب بالدارجه، يعني انا نعتبرها ترجمه للاحساس، معناها تخرج كما هي. فهمت؟ تخرج كيف ما هي، ما نبرمجهاش باش نكتبها. تبارك الله عليك، ميرسي بوكو. إيجا بحذين كل ما يبدأ عندك جديد. عايشك أوكي؟ إن شاء الله. والله تبارك الله عليك. تعرف نور زادة نتصور؟ أي نعم. نور زادة مثل اللي سيم تاعكم. أي قطعة زادة تكتب. أي أبي سلموا برشا على نور. خنشوف ليه نشوف ديميسي ساعة. نشوف فارس شنو أمورك خويا؟ عجبك الكلام اللي قالته؟ شنو فهمته ولا عجبك هكا هاو؟ عجبك. عجبك ما فهمتوش؟ ما يسالش فارس، تو نكبروا شويه نفهموا عاد. تقول في كلام صعيب حتى هي، ما نعرفش. نشوف سلمى اسكو عجبها، شنو فهمت فاش قاعده تحكي ولا لا؟ سلمى عجبني برشا اللي قالت، وما نعرفش اسكو باش ناخذ الطاو في عمري نعمل هذيك الكل ولا. اما حسيتني يقول عليها فريمون في فيلم قاعده تحكي. وقاعده لي سنتيمون تاعها تحط فيهم، قول عليها بالحق. انت مغرومه بالسينما وبالتياتر، ونعرف مليح وانه اللي مغرومين بالسينما كل حاجه تسمع ولا تتحكى يحاول يترجمها في تصويره. نجموا نترجموها هذا يوما ما كيما الكلام هذا وغيره، نعملوا له ادابتاسيون للسيناريو. ينجم يكون بيرسوناج حتى من لي بيرسوناج. تنجم تحكي في الوقت اللي يبدا يعمل في مسرحيه، تنجم تحكي تعمل فو اوف، معناها فويس اوفر. باهي ليه، حتى صوتها تبارك الله عليك. اي بالحق. ليه برشا. تين صحة، ميرسي بوكو. على كل، انت عاد مش انت جيت باش تحكي لي على حاجة معينة. قلتي. جيت باش تحكي لي اليوم على الأرض كيفاش تخلقت، هكا وحدك، حتى حد ما دزك. احكي لي. نسمع فيك. الأرض صنعت عندها. قد ايه؟ عندها 3 شهور. 3 مليون داني. اوه.
اي 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 احنا فوق الارض تو رد بالك، راه تطيح من الكرسي كيك طايح لنا الارض في جرتك، معناتها رد بالك. اي في لي 3 مليون داني فما دي بيير يسون راسومبلي اي حتى لين تكونت لا بلانيت تير اي و و و هذوكم لي بيير جيهم السولي كلي لانتور لو سولي المجرة اون بلانيت بي كهو يزيها يزيها ما تكونت عاد من بكري تتكون لنا في ارض بالله العظيم يزيها. على كل يعطيك الصحه يا سيدي. المهم جيت قدمت حاجه، انت جيت قلت لي راني بالذمه راني مش نحكي لكم على الارض كيفاش، عرفتوا الارض مالها كيفاش هاكا قال لكم سي فارس كيفاش تكونت الارض. على كل ها عايشك فارس، قولوا ميرسي قولوا ميرسي فارس قولوا برافو فارس برافو هاكا قال لكم دو غيان. يعطيك الصحه فارس. اي حاب تحكينا على حاجه؟ اي حاب نحكي نحكي على قصة، نحكي على طفلة غيرت العالم، غيرت حقوق الطفلة، غيرت حقوق الامرأة. هي توا منعرفش قد عمرها يظلي 17 سنة، منعرفش اسكو خدت الباك يولي خدت توا تسكن في الانجلتير في الانجلتير واسمها ملالا. هي طفلة عانيت شارلا ماتت، الا ديفوندو دي دروا شارلا ماتت، الا دوني سا في. فقيت القصة نتاعها وتفرجت على الفيلم نتاعها عجبني برشا. انا نقول لكم تفرجوا عليه واقرا القصة نتاعها خاطر تغير الاحداث، ما تتغير طريقة كيف انت تحس ما تخمم بها في مخك وتوريك الحقيقة نتاع العالم الرحمة اللي انت تعيش فيها والسانتي اللي عندك انت بها. و ملالا ان فيت وقت اللي هي صغيرة كانت تسكن في الباكستان في الباكستان اي اي وكانت تحب القراءة تحب تقرأ تحب مغرومة بهذوك مثل القراءة ودروس وذوكم الكل. كانت تعرف تحكي بالانجلي تحكي بالفرنسي تحكي بالعربي وكانت من احسن القرايين في المكتب. وها كان المدير نتاع المكتب وفي الوقت هذاك كانوا فما لي طالبان ما نعرفش كيف نقولهم كيف نقولهم بالعربي طالبان لا مش ارهابيين الكل لا فما كيما في كل بلاد في العالم فما تلقى طالبان اللي هي بلاد واللي هي فيها مناضلين وفيها زاده معناتها دي موفمون كبار برشا زاده مش الكلهم ما نجموش نقولوا ارهابيين فما جزء معناتها من اللي يتبناوا هاك الفكر المتطرف هذاك عندهم فما كيما في البلدان الكل كيما موجود في برشا بلايس واحنا بالثقافه وبالعلم وكيما ملالا اللي نجموا نحاربوا الفكر المتطرف هذايا هكا ولا لا؟ اوكي فارس ميرسي بوكو. دونك جست نكمل لكم نقول لكم الحكايه نتاعها. فما في الوقت هذاك لي طالبان وقالوا حتى طفله حركه طالبان قالوا حتى طفله ما تمشي تقرا في المكتب حتى طفله ما عندها الحق باش تتفرج على التلفزه الكلهم يقعدوا في الديار وما يخرجوا كي يبدا معهم بوهم ويبداو عندهم فولار ولابسين كل شيء من اللوطه للاخر يشوفوا كان عينيهم حتى شعره ما يشوفوهاش من شعره. دونك حتى شيء ما عندهم الحق يعملوا اما ملالا ما خليتهمش يعملوا هذاك الكل وبديت تحارب في لي دغوا وعملت ان سيت في البي بي سي وبديت تعطي في لي زانفورماسيون نتاعها الكل وعرفت روحها في العالم وكتبت باسمها ولي طالبان الطالبان عطيوها قالوا لها باش نموتوك باش نقتلوك وكل شيء. نهار نهارات في البيس وهي مروحه من ليكول مع صاحبتها دخلوا قالوا لي ملالا ضربوها بفرد جيتها هوني هوني معناتها وجه اللي ديفورمي ما عادش تنجم تحكي بالكدا فمها ولا هكا وشعلة ماتت عادت في الكوما في السبيطار هزور لانجلتير وخذت لو بري دو لا بي نوبل وخذت كل شيء وتعرفت تعمل عليها فيلم وتعمل عليها معناتها دي فيلم دوكيومنتير برشا برشا زاده. فماش فيلم عندكش اسم الفيلم؟ ملالا يوسف زح هذا اسم الفيلم لازم نشوفه فرانشمون. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. فوالا جبت لنا الحقيقة والله جبت لي فكرة باش فيلم باش نتفرج فيها اليوم. اليوم نتفرج فيه الفيلم، أنا متفرج فيه الحقيقة الفيلم، نعرف قصتها ملالا متفرج فيه الفيلم. ميرسي بوكو سلمى، بارك الله فيك، يعطيك الصحة سلمى ديماسي. فارس ميرسي بوكو أنت زادة، شكرا زادة لأحلام الشرابي. نحب ناخذ من عندكم كلمة أون تخي بغاف يفضلكم على
شنو تتمنى وشنو ترى في 2020 شنو تتمنى؟ نبدأ معك. أنا أتمنى أنها ترجع القيم في كل تونسي في كل إنسان. خد دجال كتبته هذا يمكن الظهر متاعه يحكي على علاقاتي مع الصديقات والأصدقاء وربما الأقارب، ما الباطن متاعه نتصور يحكي على حاجات قاعدين عانيو منها تو في المجتمع. نتمنى أنه يرجع كل تونسي يخدم بضمير، خاطر كان جينا نخدم بضمير وكل شيء ما صارش من اللي صار ذيك الكل، مش على شوية مضطر عبيد تموت وقناطر تطيح كاركيكة تخرج هذا 40 شاب وشاب ما نصور هذا نتمنى انه يتصلح. انا نتمنى انه برشا كيفك نلقاهم في المجتمع نتاعنا، برشا سياسيين يتبناوا الفكر نتاعك تولي تونس لاباس. انا نحب نقول لك ميرسي بوكو خاطر حضرت وقدمت الاضافه وكلامك محلاه يا احلام. ميرسي بوكو على خاطر انت هوني. سلم نحب اللي تونس تولي تطلع في الفلوس، نولي ونجموا العبيد اللي يعيشوا مولي وش يطلبوا في الفلوس البرا، واللي يقاو كل واحد يلقى خدمته واللي يعيش فيها. تنجم تشري برشا سبابت؟ ليه والله ليه؟ اي مثال شنو حقك زاد؟ ليه والله ليه؟ ايه ومن حقك زاد الفلوس؟ الحمد لله والله الحمد لله. اي نعرف الحمد لله. فلا ميرسي بوكو. ما بداش فما برشا شوماج وجست نجح في قرايتي. ميرسي بوكو، ان شاء الله ربي ينجحك ويعطيك على قد قلبك والفلوس تولي معناتها تطلع القيمة متاحة وتشري برشا سبابت. آي فارس كعام بتتمنى شيء 2020؟ ها؟ قل ما عنديش برشا وقت يا فارس. نتمنى لك أنا إن شاء الله تكون أسعد إنسان في الحياة وتولي ما عادش يقدموك. أنا عينيش ننجح هكا ولا وأنا نتمنى ما عادش لا يقدموك لا يعملوا لك مشكلة وكا هاو. شكرا لكم محلى. الكلام هذا هو دي ليسيان وفما شكون وليد اللي هو يقرأ في المكتب. معناتها شوفوا كلامهم قديش يوصلوا قديش في العمق متاعه في برشا قيم ومحلاك كيف قلت لازمنا نرجع قيم، هات نرجع القيم للمجتمع بتاعنا فتونس تولي لاباس. نتلقاو الأسبوع القادم.